هلا الرسم هي مادة مهنية، يعني بين قوسين أنا بقول إنه اعتباطية. شو القصد بالاعتباطي؟ الاعتباطي هو إنه هي صدفة ما مرت معي في مرحلة ما، كمل فيها أصبحت فيها مهنة، بذل جهود هائلة حتى أقوم يعني بتفكيك ألغازها والنجاح بها أو نقلها من مراحل من الصعب العيش منها إلى أن تعيش منها يعني مهنيا يعني، أو تخلق متعة ذاتية بعيد عن الغوغاء أو فعل الجماعة. بس أي عمل آخر يعني نحن عنا فكر فلسفي، فأنا ضد بالنتيجة، أنا كان لا وحافظ على تبعي بالإزياء أن أكون عزولا، فأنا لست مجبرا أني أطأطأ على الإطلاق، وليس مطلوبا مني أن أطأطأ. العالم في واد، وأنا حتى اللحظة هاي أنا مخلص لما قلته في فيديوهات قديمة أو آراء سابقة، أنه حتى لو في حرب عالمية وفي حرب نووية فأنا سأكون موجودا في مرسمي أرسم. فهذا دليل جبروت أو دليل أنا مرتفعة بعيدة عن غواء العالم أو شغب العالم أو شوشرة العالم. أنا لا يهمني هذا العالم، لا يهمني لا بنسائه ولا برجاله، لا بحيواناته ولا بثقافاته ولا بمعارفه ولا بنتجاته السخيفة. الصملاخ في أذني قد كفر بهم، وقد خلق الله في رأسي ثلاثة طعومات جميلة. فالصملاخ له أثر أسيدي مالح قاسي، كي لا تأتي البكتيريا وتؤثر على الدماغ أو تقتله أو تمرضه، فوضع في مادة الصملاخ مادة مانعة من دخول البكتيريا. وحينما أبكي فالدموع طعمها ملح، فالحياة قاسية ومجرمة، وبكاؤنا كبير على هذه الحياة، على هذه البلوى وعلى هذه الورطة. أما في شفاهنا فثمة طعم حلو لقبلات حلوة، هذا ما خلقه الله في رأسي.